السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن الخروع، وهذه هي ثمار الخروع، وهذه هي النورة أو البراعم الزهرية للخروع. وهذه هي الثمار، يزرع الخروع لاستخراج الزيت أو يزرع كنبات زينة كما نشاهد. يمكن أن يكون نبات زينة وهو برضو لغرض استخراج الزيت. يحتاج الخروع إلى جو دافئ خالي من الصقيع، ونحن الآن 1 مايو 2020. الأرض المناسبة لزراعة الخروع: الأراضي الصفراء جيدة الصرف والأراضي الصفراء الرملية. يبقى يزرع الخروع في الأراضي الصفراء جيدة الصرف. الخروع نبات معمر، طوله من 1.5 إلى 3 أمتار. الساق متفرعة كما نشاهد، ساق الخروع متفرعة وهي إما خضراء أو حمراء. أوراق الخروع راحية، هذه أوراق الخروع. يبقى أوراق الخروع راحية الشكل، مفصصة كبيرة الحجم. يبقى ورقة الخروع راحية مفصصة كبيرة الحجم. النورة، هذه هي النورة، هذه نورة الخروع. يبقى نورة الخروع راسمية ذات محور طويل يحمل أزهار عديمة البتلات وحيدة الجنس. مرة أخرى، النورة لونها أخضر مصفر، وهي ذات محور طويل يحمل أزهار عديمة البتلات وحيدة الجنس. الأزهار العلوية منها مؤنثة، والأزهار السفلية هي المذكرة. نسبة التلقيح الخلطي هنا مرتفعة. هذه النورة كما نشاهد، وهذه الثمار. هذه ثمار الخروع. الثمرة علبة كبسولة مغطاة بأشواك طويلة. هذه الثمرة في مرحلة النضج. الثمرة علبة، دي ثمار الخروع في مرحلة النضج. وهذه الثمرة خضراء، ما زالت خضراء. يبقى الثمرة علبة كبسولة مغطاة بأشواك طويلة. تحتوي الثمرة على 3 غرف، بكل غرفة بذرة واحدة. النضج والحصاد: يبدأ الخروع في النضج في شهر يونيو ويستمر تدريجيا طول يوليو وأغسطس. يعني احنا الآن في شهر مايو بدأت الثمار تنضج، وهي تستمر ليوليو وأغسطس. هذه ثمار الخروع. ذكرنا أن الخروع معمر يزرع في أكتوبر، يعني ما نيجي نزرع بذوره تزرع في أكتوبر اللي هو شهر 10 أو مارس اللي هو شهر 3، ويجب العناية بعملية العزيق للتخلص من الحشائش. وعن استعمالات الخروع نقول: تحتوي بذور الخروع على 50% زيت، وهو الناتج الأساسي لزراعة الخروع. يستعمل الزيت كمقوي للشعر، ويستعمل الزيت في صناعة الصابون، كما يستعمل زيت الخروع كمسهل. وهناك استخدامات عديدة لزيت الخروع: يستخدم في حبر الطباعة والمشمع ودبغ الجلود وصناعة المنسوجات. كما أن زيت الخروع له استخدامات في تزييت محركات الطائرات
والسفن، ولأن زيت الخروع سريع الجفاف فيستخدم في صناعة البوية والورنيش. هذا عن الخروع، نشكركم ونشكر حسن المتابعة. مرة أخرى هذه هي ثمار الخروع الجافة، هي علبة تحتوي على 3 غرف، كل غرفة فيها بذرة واحدة. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، شكراً.